هو الوضع عندكم؟ مش الوضع في تيران مأساوي بأتم معنى الكلمة. هنا تيران اعتبرها كالينجراد ولا كي تدخلها. شيء اللي يتحكي العباد جثث تلقاهم في الوديان. قداش واحد لقاهم في الوديان؟ 12 واحد هما يحكوا فيهم. سبعة عطتهم الأحباب في السبيطار. أما اللي قاعدين تو يجبدوا فيهم من الوديان كل مرة يجبدوا زوج. معناتها هذا الواد اللي بحذا السبيطار هما يهزوا للسبيطار ويلقاوه ميت يطيشوا في الواد. كل مرة يجبدوا منهم زوج. الصباح أربعة اللي يحكوا عليهم جماعة قالوا يتوقفوا فيه. هذا الجيش يطلق في النار. لا الجيش ما ضربش، الجيش شاد الخرائط الحكومية، شاد المعتمدية، فوق المعتمدية مساركلينها، مساركلين القبابة، مساركلين بعد، البوب هم اللي عملوا كيما ويكركر كركر في العباد يكركر فيهم ويقول له موت من غير إسعاف، وما نسعفوش تموت في الكياس، ويكركر فيه. والاعتقالات فما برشا سي الحاجة. الاعتقالات ما عنديش حتى فكرة على الاعتقالات، نحكي لك معناها شو قاعد بالضبط كي تدخل البلاد. عبارة أنت معش أنا الأحجار اللي شفته والدنيا شاعلة لتو يكوشوه شاعلين شيء كبير منظر رهيب شيء ما تجم تخزر فيه المآدب والذكاء في كل حومة قالوا ما نرمي العباد قالوا نحن ما نرميش خاطر ديالة باردة يكسروا في الأحوان بتاع العباد بلوح وشاعلوا فيه يدفوا فيه الموليسية بس الحاج والناس غضبين يذن على المعاملة هذية لا أقصى حد لا أقصى حد خاطر عزل الناس قالوا جاء عندنا نعمة باش نقاوموهم يعني مش مين كيما غضب ردة فعل تاع الشباب ولا نتاع الأهالي الكل؟ الأهالي بصفة عامة يكذب عليك واحد من كذا الكبير للصغير للبيبي للشايب ماهوش نسخ الناس كلها كلهم معبية. سي الحاج بالله المحلات الخاصة البيوت وقع اقتحامهم داهموا البيوت ولوحوا الكريموجين. اسمعني كمواطنين يحبوا قال لك احنا لما تصير وحبات كل تعرف قالوا ما فماش عباد دخلت على الممتلكات تاع الناس وزتها قال لك الشرطه وانا زيد نعطيك حوايج الجمعه الفاتت برك حوايج صوروهم الموليسيه يلعبوا في يسرقوا في الاحوانت يكسروا في الشروليات ويحلوا في الاحوانت يلعبوا في القهوه اخي تو قهوه في وسط البلاد سمسيري قهوه في وسط البلاد في قلب البلاد وانت كامل مشارك كيفاش تتكسر؟ سي الحاج المعتمدية وقع حرقها هو في لا لا ما وقعش حرقها المعتمدية مشاركة المعتمدية ديجا ومقبل ما تخرجش خاطر المعتمدية الموقع نتاعها عادي برشا اي والمعتمدية تحرقت وغير المعتمدية تحرقت ما وقع حتى شيء في الحرقة هذه داكوردو